حق الطفولة صحة علم. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا، أولادكم اللي هم أولادنا. حبينا اليوم نتكلموا على موضوع التفرقة بين الأطفال. التفسير النفسي هو يكمن في الشخصية، في أنماط الشخصية المختلفة والمتعددة. متى يحدث أن المعلم يفضل هذا أكثر من 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 الآخر؟ وينتا؟ فاش؟ هو يفضل التلميذ اللي يكون أحسن، يعني أحسنهم سلوكا. يقول لك المثل يعني بالدرجة بالعامية، ربي خلق وفرق. أنه هذا يبقى طفل يعني، والشعور نتاعه يبقى بريء. كل إنسان فينا عنده شخصية تميزه عن غيره. نوصل إلى استعمال مصطلح الظلم، يقول لك هنا راه ظلمنا. احنا ماذا بينا يكون عندنا مجتمع كابر في الطمأنينة، وأطفالنا يكونوا في طمأنينة إن شاء الله. تقدروا تواصلوا معنا بمواضيع اللي تحبوها عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا، حصة جديدة تخص الأولياء، تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.